اشرح لنا بقى التفاصيل بتاعت المنتج. بصي، هو الكورس بتاعنا كله احنا ما يعتبرش دواء، احنا نعتبر اعشاب طبيعيه 100% مستخلصات، بمعنى ان هو اكستراكت. ان احنا بنقول ان الفايده بتاعت مثلا لو الشاي الاخضر انت بتاخدي كوبايه، احنا عندنا المستخلص بتاعه اللي هو نضرب في 20، فعشان كده بيبقى الفعاليه بتاعته اقوى. فاحنا بنبقى حاسبين الجرامات ديت بحيث ان هي تكون مفيده اكتر للجسم، او ناخد اللي هو الديموند بتاع الجسم. بدل ما اشرب مثلا 4 كوبايات شاي اخضر، لا، انا هاخد كيس واحد من الجرين كوفي بتاعي، هبقى وصلت للانتي اوكسيدنت بتاعتي في الجسم. هو مش فكره الكافيين اللي في المشروب على قد ما هو فكره المضادات الاكسده اللي موجوده في الشاي الاخضر، صح كده؟ بالظبط، ان هي بترفع من المناعه. الشاي الاخضر ولا القهوه الخضراء؟ في عندنا منتجات الجو فايبر، في الشاي الاخضر اكستراكت بتاع الشاي الاخضر، الجو جرين كوفي ده قهوه خضراء، الجو سليم برده، في جو سليم هيربس ده برده في نسبه من الشاي الاخضر، فاحنا منوعين، كل الانتي اوكسيدنت موجوده فيه. عندنا بقى الحاجه اللي مميزانه جدا هو الكلوروفيل. الكلوروفيل دوت هو اللي عامل الصيحه الجديده، وهو الوحيد اللي موجود في مصر فيه كلوروفيل. حتى لو انت بتتفرجي على الدكاتره العالمين البلوجرز زي ماندل ولا ايريك بريج، دول دايما بيتكلموا على ان الكلوروفيل ده حاجه طبيعيه بتحسن من الخلايا، ان هي بتزود من نسبه الاكسجين جوه الخليه، فبتخليكي عندك حيويه كويسه جدا. طبعا احنا عندنا في مصر معظمنا بيعاني من الانيميا، فطبعا ده بيبقى مكمل مع الحديد، بيساعدنا كتير جدا ان الخلايا بتاعتنا تبقى فيها اكسجين، وتبقى الانسان يبقى نشيط ويبقى اكتف، لان الاكسجين بتاعنا وصل لنا لكل خليه كويس جدا. كمان ان هو بيساعد على تنظيف القولون، ان هو بيعمل زي تنظيف او غسيل للقولون، وطبعا مصر كلها عندها مشاكل في القولون. اشرحي بس الكلوروفيل ده مستخلص من ايه؟ الكلوروفيل هو الماده اللي احنا بنقول عليها اكسير الحياه في النبات بتاعنا، هو اللي بيحول الضوء في النباتات ان هو يبقى ده طاقه للنبات. احنا بقى اخذنا المستخلص بتاعه وبنحطه في مشروب زي ما انا بنحطه كده ونشربه. طبعا ده يعني اثبت فايده كبيره جدا في ان هو بيرجع الكولاجين للبشره، لان بدل ما ناخد الكولاجين هو بيدينا الاكسجين اللي بيساعد الخليه ان هي ترجع تاني، فبيساعد على ان احنا عندنا نضاره في البشره، بيساعد على ان انا بوصل يعني نسبه كبيره من الاكسجين لكل خليه، البنكرياس، القولون، كده برضو بتحمي الخلايا من الكانسر. بالظبط، لان هو احنا كل الانتي اوكسيدنت والديتوكس الفايده منها ان احنا نبتعد عن مسببات الكانسر اللي هي الفري راديكال، اللي هي بنبقى باكتر حاجه بتسبب الكانسر للاسف، يعني اللي هي الحاجات الشوارد الحره او اللي احنا بنقول عليها الفري راديكال. فكلها مضادات اكسده بتساعد على حمايه الخليه. حلو جدا، وترفع طبعا المناعه. بالظبط، لان احنا وصلنا الاكسجين لكل خليه في الجسم بنسبتها اللي هي المظبوطه بالظبط. يعني احنا عندنا مشكله ان الكلوروفيل بيتباع بره في ان هو بيبقى سايل، لكن احنا عندنا هنا البودر، انت بتاخدي الدوموند بتاع جسمك من اليوم، بيساعدك على انه ينتج الكولاجين ويساعد على ان هو يعني تحفيز للخلايا. كمان عندنا من ضمن المركبات برضو في الجو فايبر عندنا الكارنتين. الكارنتين احنا دايما بنقول ان هو من احسن الحاجات اللي بتنشط الكبد، لان معظم الناس عندها كبد يعني دهون على الكبد بنسبه معينه من الاكل بره والكلام ده. فالكارنتين بيستخدم الفاتس اللي موجوده او الدهون اللي موجوده على الكبد علشان يستخدمها كمصدر للطاقه، وبكده بنجدد خلايا الكبد. حلو قوي. فهو يعني اكتر حاجتين احنا بنركز عليهم دايما، ان احنا نبقى حاجات طبيعيه، زي يعني عارفه زي ما بنقول كده المتوارث عندنا، لما كنا نقول مثلا هاتي نشا وحطي مش عارف ايه تشبعي حاجات كده، احنا بقى عملنا دوت بس بمستخلصات طبيعيه. طبعا من اهم الحاجات كمان الصبار، احنا ما فيش حاجه ما بنستخدمش فيها الصبار. الصبار بيساعد على البشره، حيويه البشره والشعر، فاحنا برضو عندنا مستخلص الصبار في الجو فايبر بيساعد ان احنا ناخده قبل الاكل، فتحسي بالشبع، عكس بقى ان انت تاخدي حاجات تانية بيبقى اللي هي زي الصمغ العربي، بس احنا بناخد الصبار كبديل للقصه دي.